والد رهف القحطاني يتهجم على بن شخبوط بسلاح ناري. هاشتاق البلاير ومين وراه وكشف الحقيقة. اعلانات خليعة على اليوتيوب والجمهور السعودي يقاطع. كل هالاخبار راح نعرفها اليوم في حلقة جديدة من ذا لافن سعودي شو، معي انا عبد الرحمن السيد، وكالعادة احب اقول لكم يا مرحبا بكم متابعين لافن سعودي شو. هذه القصة نقلناها عن ما صار بسناب بن شخبوط بالملي، انه والد رهف القحطاني طارده بسلاح، سواء سلاح ابيض او سلاح ناري ما نعرف، لكن هذه القصة نقلا عن ما صار في سناب بن شخبوط. طيب كلكم ممكن شفتوا مقاطع بن شخبوط اللي نشرها وبعدها حذفها، لكن خليني اشرح لك الهرجة من البداية عشان نفهم وش اللي صار. كلكم تعرفون الحبيب اسطورة الرياض بن شخبوط، شكله كان عازم اسطورة الرياض في شاليه. المهم اسطورة الرياض هو عند باب الشاليه شاف مين؟ شاف رهف القحطاني، وطلب يتصور معها. طبعا شافها في شاليه مجاور عشان اوضح، وطلب يتصور معها. طبعا كل هالكلام نقلا عن ما قاله بن شخبوط في سنابه. رهف رفض تتصور معه اسطورة الرياض. اسطورة الرياض دخل عند الشباب زعلان وقال لهم اللي صار، وقال لبن شخبوط. بن شخبوط صور اسطورة الرياض ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مشاهير الفلس وكلام مرة كثير، وقال لي اسطورة الرياض المفروض هي اللي تتصور معك مو بانت اللي تتصور معها. المهم بعد الصباح شفنا مقطع لبن شخبوط، خلنا نشوفه سوا على السريع. على شارع اركض، تخيلوا ان ابو رهف القحطاني بتهجم علي بسلاح ابيض ومعه ما اتوقع يعني يا مسدس يا مدري ايش، وبلغت الجهات المختصة. كمان قال انه ابو رهف لحقه وهو في حالة غير طبيعية ومعاه سلاح. خلنا نشوف المقطع الثاني. لكن ابوها لحقني ولا هو في حالة غير طبيعية ومعه يا سلاح ما ادري ايش معه. بعدها وش اللي صار؟ قال ان الدوريات عند الشاليهات وانا رايح لهم. فجأة قام بحذف جميع السنابات حتى اللي مع اسطورة الرياض. ليش حذفها وايش صار للان ما حد يعرف. تتوقعون فيلم جديد من شخبوط لإثارة الجدل ولا اللي صار حقيقة؟ لكن أحب أقول أين هي الحقيقة الغائبة والأسباب؟ طيب هاشتاق البلاير وإيش السالفة؟ راح أشرح لكم كل شيء بالتفصيل. هذا هاشتاق جديد طلع على تويتر وتيك توك بالتحديد. أصلا تيك توك ما صار يجينا من وراء غير المصايب. المهم السالفة أن البنات يحطون صور عيال لعبوا عليهم أو كانوا معهم بعلاقات حب، واللي تكون صاحبته او شيء ينفضح بسرعه والى اخره. معنى بلاير يا جماعه يعني لعاب. خلنا نتكلم في الموضوع من وجهتين نظر. وجهه النظر الاولى حكون فيها مع العيال. اليوم اي احد ما راح يقبل الشيء ده، ما راح يقبل اللعاب او انك تخاوي الف وحده. صح انه غلط، لكن ده خراب بيوت. تخيل امه تشوفها او ابوه يشوفه او واحد من اهله يشوفه بدال هاشتاق، يا فضحي فضحاه يا فضحي فضحاه. طب تخيل يكون متزوج او شوجر دادي وعياله يشوفونه، يا فضحي فضحاه يا فضحي فضحاه. مو معنى انه غلط الولد نفضحه. وبعضهم ينزل صور تكون كيديه، يعني واحده ما اعطيتها وجه او ما كلمتها تروح تفضحك. في هالناحيه كنا واقفين مع مين؟ مع العيال. طب نروح من وجهة نظر أخرى، وجهة نظر ثانية أنه نكون فيها مع البنات. شباب لما تدخل في علاقة حب خليك رجال وخليك قد الحب وخليك قد العلاقة. أما أنك تحب وتخرج معها عشان توصل لشيء معين ترى والله حرام. روح اخطبها وتزوجها، ما في شيء مانعك. لو مالك موظف عادي روح اخطبها، وهي دام تحبك راح تصبر معك راح توقف معك لين ما تتزوجه. اما شغل انك تخاوي لي الف واحدة وفلة وخرجات ودخلات في الاخير تتزوج بنت عمك، ترى حرام اللي تسويه ببنات الناس. كون صريح معها من البداية، قل له يا اخي نحن بس فرند او اني ماني حق زواج، عشان بنت الناس تعرف تشوف طريقها. نروح من وجهة نظر ثالثة وهي وجهة النظر القانونية في هالموضوع. اليوم البنات اللي فضحوا العيال والله لو اشتكى الولد هذه مشكلة كبيرة راح تدخلي فيها، وفيها غرامات وفضيحة لك وفيها سجن وعقوبة تشهير. عشان كذا انتبهوا انكم تفضحوا اي احد عشان لا تنسحبين بسبب بلاير على قولتكم. وان كنت شاكة فيها ومانك مرتاحة بعلاقتكم انهيها وانتهينا.
اليوتيوب يا صديق اليوتيوب صار يطلع اعلانات فاضحه ومحتواها جنسي وكلامها جنسي. ابو داحم وش قاعد تقول؟ اي قاعد اقول الصح. وش اللي صاير؟ انا بقول لك وش اللي صاير. اليوتيوب الفتره الاخيره صاير يطلع اعلانات فاضحه وقويه قبل الفيديوهات، وكلام والله لما انا سمعته شاب راسي، ولولا احترامكم واحترام متابعين البرنامج لكنت وريتكم بعض الاعلانات اللي صرت اشوفها في اليوتيوب. المهم انتبهوا 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 لاطفالكم من اليوتيوب والاعلانات الجديده. كلنا نعرف ان اطفالنا صاروا 24 ساعه على اليوتيوب والاطفال يلقطون اي شيء على السريع. صراحه ما ادري ليه جالس اصير كذا، ام هذه خطه مدروسه عشان الناس تشترك في اليوتيوب بلس او اليوتيوب بريميوم؟ والله ما اعرف. طبعا كثير من الناس قاموا بحمله مقاطعه لليوتيوب وبداوا يستخدموا برامج مشابهه. متابعين لفن سعودي شو، وصلنا لنهاية الحلقة. كالعادة لا تنسون تتابعون حسابات لفن السعودية، وإن شاء الله أنها كانت حلقة خفيفة ولطيفة على قلوبكم. في الختام كالعادة أحب أقول لكم لا تنسون تشيرون الحلقة في ساعة من هنا أو هنا، انشر الحلقة لأصحابك لأخوانك إن عجبتك الحلقة. يعطيكم العافية وأشوفكم في الحلقات الجاية، وأقول لكم كالعادة في أمان الله.